في حلقة اليوم من برنامج بورصة الرأي نسألكم: هل تنجح محادثات جنيف في التوصل إلى حل سياسي دائم في اليمن؟ شاركونا بآرائكم على صفحة الفيسبوك أو الهاتف، أو عبر إرسال مشاركاتكم المصورة إلى رقم الواتساب. أهلا بكم. ما نسأل في هذه الحلقة: هل تنجح محادثات جنيف في التوصل إلى حل سياسي دائم في اليمن؟ انطلقت محادثات جنيف من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن، وتتناول المحادثات غير المباشرة بين الأطراف اليمنية كيفية تطبيق القرار 2216 وإيجاد حل للمعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، والتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت وانسحاب الحوثيين من المناطق التي استولوا عليها. انطلاق محادثات جنيف تزامن مع تصعيد عسكري في مناطق عدة من اليمن وعلى الحدود اليمنية السعودية، كما واصل طيران التحالف غاراته على مواقع الحوثيين في صنعاء وتعز. تغيب الأرضية التي تنطلق على أساسها المفاوضات. الحوثيون يرفضون اعتبار مقررات مؤتمر الرياض واحدة من أدبيات المشاورات، بينما تتمسك الحكومة الشرعية بالمبادرة الخليجية، القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216. ودعا بان كي مون مع بدء انطلاق المشاورات إلى هدنة إنسانية في اليمن مع بداية شهر رمضان لإيصال المساعدات لأكثر من 80% من المدنيين. فهل تلقى هذه الدعوة قبولا من الأطراف المتنازعة؟ وهل يمكن الوصول إلى الاتفاق على عملية انتقال سياسي سلمي يضمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع اليمني؟ أم ستكون المحادثات شبيهة بمحادثات جنيف حول سوريا؟ شاركونا الحوار عبر فيسبوك وتويتر أو عبر الهاتف. معي عبر سكايب زايد المليكي، الناشط السياسي اليمني من اسطنبول. أهلا بك زايد معنا. أهلا سيدتي الكريمة. يعني زايد، كنا نتوقع أن تقوم المحادثات على أساس بحث آلية احتمال الانتقال السلمي للسلطة، الآليات تطبيق المبادرة الخليجية. الآن بدأنا نسمع الحديث عن وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان وإيصال المساعدات الإنسانية. برأيك أنه سقف التوقعات أصبحت منخفضة، مع أو يمكن أن نقول بأنه حجم التوقعات ليس بالمنتظر منه؟ حقيقة بالنسبة للمفاوضات هي يقينا ستكون فاشلة لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول تاريخ الفشل للأمم المتحدة في اليمن منذ عام 1962، بداية بالمبعوث الأممي رالف الذي كان مسؤول ملف الحكومة اليمنية الجمهورية، وفشل فشلا ذريعا، بالإضافة إلى الأخضر الإبراهيمي الذي فشل كذلك في كل مهام عام 1494 في حرب الجنوب والانفصال، بالإضافة إلى جمال بن عمر الذي في الأخير تحول إلى طرف ضد الأطراف البقية، وكذلك المؤشرات التي تبدو الآن على المبعوث الأممي الجديد. هذه نقطة. النقطة الثانية التاريخ الذي يعني علي عبد الله صالح وكذلك الحوثيين كل الاتفاقات وكل المعاهدات التي وقع عليها نقضوها، وبالتالي هذه يعني يقينا ستؤدي، حتى وان كان حتى وان وقعوا على اتفاقيه لن تكون على ارض الواقع، لان هؤلاء لا يؤمنون باي اتفاقيات ولا يؤمنون باي معاهدات. طيب زايد، أود التوقف فقط عند نقطة أشرت إليها. قلت مؤشرات التي تبدو على المبعوث الأممي الجديد، يعني هل المبعوث الأممي الجديد أيضا يأخذ طرفا كما أيضا الاتهامات التي وجهت قبل ذلك إلى جمال بن عمر؟
نحن كنا نظنها أنه كان الموقف كان موقف شخصي من جمال بن عمر، لكن يبدو أن الأمم المتحدة بعجزها الدائم في مثل هذه الملفات تتبنى موقفا لإطالة أمد الحرب في اليمن. حقيقة مواقف الأمم المتحدة المواقف الحالية تساهم بشكل كبير في إطالة الأمد في إطالة الحرب، وإلا لو كانت جادة الأمم المتحدة كانت تسعى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي يدعو الميليشيات المسلحة من الانسحاب من المدن اليمنية. لكن يبدو أن الأمم المتحدة هي نفسها أصبحت طرف تساهم في الذي يحصل من دمار وحرب في اليمن. طيب زين، ابقى معي أيضا معي عبر الهاتف من صنعاء محمد السادة. أهلا بك محمد. مرحبا بكم أختي. محمد، يبدو أن زايد غير متفائل بقرب التوصل إلى حل للأزمة في اليمن، وحتى بيقول أنه تطبيق القرار 2216 لن يكون متاحا، خاصة بأنه يعني أحد بنود هذا القرار بيتعلق بنزع سلاح الميليشيات وانسحاب الحوثيين من المدن التي احتلوها. هل هذه المفاوضات ممكن أن نقول أنها فاشلة قبل أن تبدأ؟ والله نحن في اليمن نتمنى لها النجاح، ولكننا لا نراهن عليها مثلما نراهن على الله وعلى صمودنا كشعب يمني يتعرض لعدوان غاشم استهدف البشر والشجر والحجر، وفرض عليه حصار خانق جوي وبحري وبري من قبل العدوان السعودي الأمريكي، والآن يتفرج ولم نرى موقف جدي من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن. طب محمد، يعني الوفد الآخر يقول بأنه يريد التفاوض على أساس مقررات الرياض، أنتم ترفضون ذلك، على أي أساس إذن سيتم التحاور؟ هناك مرجعيات واضحة للحوار، هناك مرجعيات واضحة للحوار من حيث ما توقف عنده المتحاورون في موزمبيق. هناك مرجعية مؤتمر الحوار الوطني الذي توافق عليه جميع الأطراف اليمنية، وهناك اتفاقية تسجيل المشاركة، وإذا هناك إذا لم يعترفوا هم طبعا لم يعترفوا باتفاقية تسجيل المشاركة، ويريدون أن يشارك بحاح ويشارك عبد الرب منصور هادي وحكومة بحاح، وهي أصلا هذه الاتفاقية التي جاءت بهم إلى السلطة وجعلتهم. ولكن يا محمد، أنت تعلم بأنه بعد اتفاق السلم والشراكة أصبح هناك كثير من المعطيات اللي طرأت على المشهد اليمني، وبالتالي لا يمكن التوقف عند هذا الاتفاق. كيف أختي؟ لم أفهم. أقول لك بأن اتفاق السلم والشراكة كان خلال فترة معينة، كان فيها معطيات معينة، بعدها تغيرت الظروف في اليمن وطرأت الكثير من المعطيات الجديدة. هل ممكن الانطلاق من اتفاق السلم والشراكة أم من المقررات الأخرى التي تلت ذلك؟ هناك سبب واحد لتوقف الحوار ولتوقف الحوار عند على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ يعني اتفاقية السلم والشراكة. هناك سبب واحد لتوقفها وتوقف المتحاورين هو العدوان السعودي. لولا العدوان السعودي أن اليمنيين الآن متفقون، ولم يكن متبقي سوى أمر واحد اللي هو التوافق على رئيس الجمهورية، وجاء العدوان السعودي أفشل كل الأوراق وبعثرها كل ورقة في في نعم. طيب شكرا يا محمد. محمد السادة كنت معنا من صنعاء، معي من إب صابر الحيدري. أهلا بك يا صابر. أهلا وسهلا حياكم. صابر، محمد يقول بأنه الأساس يجب أن يكون أو أساس هذا الحوار يجب أن يكون على مخرجات الحوار الوطني، ووفقا أيضا لاتفاق السلم والشراكة، واصفا التحالف العشري بالعدوان السعودي على اليمن. انطلاقا من كل هذه المعطيات، الطرف الآخر كل هذه المعطيات لا يراها مناسبة وبالتالي يرفضها، على أي أساس ممكن أن تتم إذن هذه المحادثات، خاصة بأنها محادثات غير مباشرة ومنفصلة في المرحلة الأولى؟
المحادثة التي تتم في جنيف ستكون مضافة إلى المحادثات السابقة اللي هي تختص بسلم الشراكة وتنفيذ المبادرة الخليجية الذي لم تنفذ ولم تنفذ سلم الشراكة ولم ينفذ أي اتفاق كان موجود من قبل جميع الأطراف المتصارحة. ونحن دائما نحمل المسؤولية للأمم المتحدة ونحمل بن عمر ونحمل ولد الشيخ أنه يقوم باللف والدوران وهو في الأساس. طب تحملوا المجتمع الدولي أنتم لا تتحملون المسؤولية؟ نحن نحمل الأطراف المتصارعة من جميع المكونات السياسية في اليمن هي التي تتحمل المشاكل في اليمن. نحن نطالب بهم، لا نريد منهم شيء، نريد منهم إيقاف الحرب وإيقاف الاشتباكات وإيقاف العدوان الموجود في اليمن. هذا الذي نبحث عنه، نحن نريد أن نعيش بسلم ونعيش باستقرار. نحن لا نجد الآن لا نجد أي شيء، الوضع الإنساني يعني لا لا يعني غير صار لأي شخص. طيب كيف في طلب من بان كي مون بأنه يتم وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان لحتى يتيح إدخال المساعدات الإنسانية للملايين من اليمنيين، بالتالي هل ممكن لهذه المبادرة أو هذه الدعوة أن تلقى قبولا من هذه الأطراف، يعني كبادرة حسن نية في البداية؟ قد تقبل، يعني قد تكون في مبادرة وفي قبول من جميع الأطراف، ولكن هي تخدمهم ولا تخدم الشعب اليمني. شكرا يا صابر. هي تفيدهم. يعني أنت تحمل يعني من خلال كلامك المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل في اليمن. شكرا جزيلا لك صابر الحيدري، كنت معنا من إب عبر الهاتف. عبر فيسبوك بعض التعليقات حول هذا الموضوع، محادثات جنيف برأي أبو مجد ما هو أو ما هي إلا مؤتمر بروتوكولي فقط، سوف تستمر الحرب ولن يلتزم الحوثيون، ويجب بعد اجتماع جنيف تشديد الحصار وتكثيف الضربات الجوية تمهيدا للدخول البري. يعني هنا كأنه عم نطالب بتصعيد عسكري وميداني. عبد العزيز يقول أغلبية من يمثلون اليمن في مؤتمر جنيف هم من تسببوا في وصول اليمن إلى هذا الحال السيء للغاية. محمد، حسب خبرتنا من التجارب السابقة في القضايا المشابهة فلا توجد أي فرص للنجاح، وأيضا للأسف الأمم المتحدة هي ستار لفرض الهيمنة على شعوبنا من الدول المنتصرة في الحرب العالمية، ولن يأتي منها أي خير لشعوبنا المحكومة من قبل عملائهم. عودة إلى زايد المليكي. زايد، في تحميل للمجتمع الدولي وللدول الكبرى مسؤولية ما يجري في اليمن، وحتى أنت قلت يعني المبعوث الدولي الجديد ولد الشيخ وحتى جمال بن عمر عم يتحملوا أيضا المسؤولية، ليه ما بيكون تحميل أيضا المسؤولية للأطراف المتنازعة في اليمن؟ لأنه هم من تسببوا في هذه الحرب. سيدتي الكريمة، حقيقة في اليمن هناك حرب، الحرب بوجهين، حرب أهلية بين الأطراف المتنازعة وحرب بالوكالة للأطراف الدولية، وبالتالي كل الأطراف تتحمل ما وصلت إليه اليمن. اللاعب الدولي كما يعرف الجميع هو لاعب مؤثر على جميع الأطراف في الأرض اليمنية، بالإضافة إلى أنه الأساس كان هو الانقلاب على الشرعية ودخول ميليشيات ليس لها أي دخل في الدولة، سيطرت على الدولة وانقلبت على كل الاتفاقات التي كانت تدم والدستور الذي كان على وشك الانتهاء منه. فبالتالي تتحمل جميع الأطراف مسؤولية ما وصل إليه البلاد، المكونات السياسية، ضعف المكونات السياسية، ضعف هادي، وكذلك يعني تساهله في بعض الملفات التي أدت إلى وصول الوضع في اليمن إلى هذا الحال.